من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة أهلا بك معنا. الأوضاع الآن في بيروت بعد استهدافات إسرائيل ليلة أمس، وإن كانت لديك معلومات إضافية وإن كنت بعيدة جغرافيا نوعا ما عن البقاع، عن الاستهداف الإسرائيلي الأخير لها. طبعا عدا يعني عن الطائرات الاستطلاع التي تحلق بشكل مستمر فوق العاصمة بيروت وأيضا فوق ضاحية بيروت الجنوبية، يبدو أنه حتى الآن هناك هدوء حذر خاصة فوق الضاحية التي لم تستهدف طيلة اليوم الماضي، بخلاف ما كنا نرى منذ بداية توسع هذه الحرب. ضاحية بيروت الجنوبية كانت يوم أمس أمام ليل هادئ، كان هناك تحذير، ولكن حتى الآن يعني بعد هذا التحذير كان هناك صمت، لم يكن هناك أي غارة في ضاحية بيروت الجنوبية، ويستمر هذا الهدوء منذ صباح يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم. ولكن بالطبع المشهد كان داخل مدينة بيروت التي استهدفت في منطقتين، في منطقة البسطة ومنطقة النويري، الأمر الذي أدى إلى انهيار مبنى بشكل كامل في النويري في البسطة. فرق الإنقاذ كانت قبل قليل وجهت نداء لأهالي المفقودين بأنهم في حال كان هناك تمكنوا من إيجاد 5 مفقودين بأن تعلم فرق الإنقاذ التي تعمل هناك، لأنها حتى الساعة تحاول إيجاد عدد المفقودين المتبني والتي المتبقي والتي كانت العائلات قد أعلنت عنه. طبعا فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تتعرض خلال الفترة الأخيرة لضغط هائل من العمل، تتواجد في ضاحية بيروت الجنوبية، تتواجد في المناطق البقاعية، في كل الأماكن من أجل المساعدة في رفع الإنقاذ وانتشال الضحايا. يوم أمس كنا قد شهدنا أيضا انتشال طفل حي من تحت ركام منطقة الكرك، هذا المبدأ أيضا الذي كان فيه عدد من الضحايا المدنيين، كمان تماما كما حصل عند مقتل 22 شخص في بيروت، أثناء ما قالت إسرائيل بأنه استهداف لوفيق صفا، ولكن الضحايا أيضا كانوا أيضا من المدنيين. نعم. طيب، هل من تحركات سياسية صدرت خلال الساعات الماضية غنوة، خاصة بعد المساعي الأمريكية والغربية لمحاولة انتخاب رئيس للبلاد؟ حتى الآن هناك شعور عام في لبنان بأن الحل الدبلوماسي مقفل حتى إشعار آخر، رغم كل التحركات الدبلوماسية ورغم الجهود الفرنسية ورغم كلام ميقاتي يوم أمس عن أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا لإعادة إحياء المبادرة الفرنسية الأمريكية، ولكن فعليا هناك ما يلتمسه اللبنانيون من خلال الاستهدافات الأخيرة بأن إسرائيل ماضية في استهدافاتها حتى في أماكن وصلت يوم أمس مجددا إلى العاصمة بيروت التي كانت قد تعرضت لثالث استهداف من هذا النوع في 4 أماكن مختلفة. لذلك نحن الآن في السرايا الحكومية حيث تعقد جلسة حكومية لمناقشة أيضا آخر التطورات الأمنية وأيضا الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب، ونتحدث عن موضوع النازحين. طبعا حتى الآن هناك نازحين، عدد من النازحين الذين لا يزالون بدون مراكز إيواء. الحكومة كانت تحدثت في وقت سابق عن فتح مراكز كبرى مثل فورم بيروت والمدينة الرياضية لاستقبال النازحين، ولكن حتى الآن لم تفتتح هذه المراكز. سنحاول معرفة ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة اللبنانية. هناك عدد من المساعدات أيضا من المفترض أن تصل، وعن كيفية توزيع تلك المساعدات بشكل أن تصل إلى الجميع بمن فيهم العائلات التي لم تنزح من قراها. سنتابع معك أي جديد أو تطور خلال نشراتنا المقبلة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة على كل هذه التفصيلات من بيروت، مراسلة الحدث غنوة يتيم.